تويتر بروفايل او اعتقد على الانستغرام بروفايل. حيا الله حيا الله بيكم شباب، منورين منورين. طبعا معانا شله هنا يقضان علاء والحبايب كلهم كثيرين. يلا نبدا اول شيء شباب، بسم الله نشوف. يلا اهلا بكم اهلا بكم. وين راح اسم يقضان هذا؟ خلينا نسوي هايد الحين، جاي في الشاشه كثير. اشتهر اشتهر يقضان الرواحي حبيبنا. اوكي هايد حلو. يلا شباب، اولا شكرا على حضوركم. طبعا من بعد فتره طويله نرجع على اليوتيوب على حسب تصويتكم، وبإذن الله نناقش عدة أشياء. طبعا أنا باغي أول شيء أوضح لكم أنه أنا إلى يومك إلى هذه اللحظة ما قدرت أخذ قرار في فريقي، فبنروح مع بعض ونشوف كل شيء. بنبدأ أول شيء في حوار الإصابات. في الوقت الحالي أنا عملت مين معك فلاح؟ وين ايش قصدك يا احمد عوض؟ مين معي؟ ما حد معي يعني في الوقت الحالي في الفريق. بنشوف فريقي كله، بنشوف فريقي كله ان شاء الله، وباذن الله بنناقشه ايضا. اوكي اورايت. ف نبغى اول شيء نروح. اوكي بنشوف فريقي، بنشوف فريقي. انا شوف حاط الاجنده، بنتكلم على الاصابات اول شيء، نمر فيها مع بعض. فخليني أروح على صفحة الإصابات، لأنه أنا الحين عملت تغريدة، وأعتقد أنتم شايفين الشاشة عندي على السكرين. بنروح على هذه التغريدة اللي حطيتها، وفيها كل الأمور لها علاقة بالإصابات. أول شيء نروح نشوف على هذا الموقع من شباب موقع FPL underscore games من معطيات فانتسي. طبعاً أحد أخواننا وشبابنا اللي موجودين في التويتر اللي دائما يذكروا الإصابات، ونبدأ نشوف مع بعض إيش اللي يحكي عن موضوع الإصابات. شكرا يا عمر رضوان، وأنا أيضا بحبك كثير. الشباب التكست ينعاد عندكم عدة مرات، هل أنتم جالسين تكتبوه عدة مرات ولا أنا أشوفه عدة مرات؟ بس مش إنه زعجني ولا شيء، بس أريد أعرف. بستعمل الابليكيشن جديد اليوم، طبعا بالعكس عجبنا الوضع. اوكي نشوف ملخص الاصابات. ممكن انتم ايضا تكتبوا في الوقت الحالي شو اللي حاصل في الاصابات بحيث انه نفيد بعض. انا اول شيء حبيت اذكر انه عندنا المصدر تبعي معطيات فانتسي، فانتم ايضا اكتبوا ايش تحسوا اضافي لينا نحن في الوقت الحالي. خلنا انا راح اقرا مباشره من موقع معطيات فانتسي. أتمنى يكون أيضا واضح عندكم في الشاشة، لأنه أنا جالس أحرك الشاشة يمين شمال وصعب أني أنتبه لكل الأشياء اللي تحصل في شاشتي. أوكي رقم واحد، نادي ليدز. يعني يقول لك هرنانديز فوشور وشكيلتون خارج التشكيلة، الله أعلم هذا إذا مهمين ولا لا. نادي فولهام، لا توجد إصابات جديدة في المباراة. نادي ليستر، عنا مورغان وسيونكو خارج التشكيلة. سيونكو صار لنا فترة ما يلعب. انديدي جاهز، اللي هو يعتبر خبر إيجابي لفريق ليستر، لاعب مهم. وفي نفس الوقت فريرا رجع، لكن في شكوك حول مشاركته. أما اللاعب اللي معي كاستاني لا زال صعب جدا، يعني ما نعرف إيش عنه وما راح يشارك. أستاذ فلاح أقدر أتواصل معك؟ أيوة، أي حد يريد أصلا يدخل معي الحين على اللايف يتكلم معي ممكن أيضا، أعتقد هذا البرنامج يسمح. أكيد يا حبيبي حمزة، هذا سؤال، هذا حمزة حركات. شوفوا أستاذ فلاح أقدر أتواصل معك؟ طبعا تقدر تتواصل معي. اكتب لي الرمز السري شباب تبعنا اليوم راح يكون 3 3 3
ثلاثة أربع مرات ثلاثة، اكتب لي مسج على الخاص وراح أكون معك تابع المسج، بس اكتب هذه الأرقام السرية في نهاية المسج بحيث أني أقدر أشوفه بسهولة وأرد عليك. إنزين نكمل قراءة الإصابات عشان ندخل في المحاور الأخرى. عندنا موضوع نادي توتنهام. طبعا هذا الموضوع مهم جدا لأنه شفنا اللاعب هاري كين كان عليه فلاج، حتى ممكن نروح نشوف الحين مع بعض إذا لازال عليه فلاج ولا لا. نشوف هاري كين يا شباب، خلنا نروح نشوف هاري كين إذا عليه فلاج ولا لا. مثلا نغير هذا اللاعب كمثال نحاول نجيب بديله، نشوف إذا عليه فلاج بعده ولا لا. هاري كين لا زال عليه فلاج، يقول لك 75% راح يشارك. طبعا هذا الكلام كله ما في منه، هذا كله دعاية مثل ما عمل فينا بيب غوارديولا المرة الماضية. راح يكون جاهز غالبا، شفنا تصريحات مناقضة شوية يحاول بيب غوارديولا يعني يجاوبنا لكن مش بطريقة جازمة. قال بما يوحي انه هو شفنا رجع وبيكون جاهز وان شاء الله جاهز وراح يكون معانا في الفريق، بس ما جزم 100%. ونعرف هذه الحركات دائما يعملوها المدربين، فانا شخصيا اتوقع انه جاهز، بس ما ذكر انه بيبدا اساسي لانه اصلا هو دائما اساسي، فما نريد نشكك عمرنا. انا اقول لكم انه هو بيكون وبيموجود معانا اساسي باذن الله. نروح فريق اللي بعده. شكوك حول مشاركة بارتي، ما اعتقد لاعب كثيرين معنا ملكيه فيه. اخي الشات مزعجني تعرف، لانه كل حد لما يكتب الشات مثلا اخر واحد كاتب رائد، الجمله تنعاد 10 مرات، غريب يعني صراحه ما فاهم ليش كذا، بس يلا بنتعود. محرز بديل زياش من غير ماينس، بنيجي في الأسئلة يا وليد، آخر فقرة في الأسئلة لو تلاحظوا عاملين أجندة وبسيطة وسهلة وراح نرجع لها. طبعا برايتون لنالة وعندنا موباي بيتخذوا قرار في آخر دقائق. طبعا موباي أنا أتمنى أنه يكون الناس باعوه فكوا منه، لأنه خلال الفترة الماضية هو أكثر لاعب صراحة مضيع بيك تشانس ومضيع انتصارات للفريق بطريقة ما طبيعية. ما اريد اقول شيء عن اللاعب شخصيا هو، بس هو الفينشينج تبعه مش بالصفر، الفينشينج تبعه بالسالب. اوكي، ففي نفس الوقت هلا هلا حبيبي، شوف الحركه هذه يا دكتور هيثم، حياك الله هيثم، هذا عشانك حطينا هنا السمايلي على السكرين، عارفك تحب اليوتيوب. زين نكمل الحوار، نكمل الحوار الحين ونروح نشوف نادي فريق ساوثهامبتون. داني إنجز بدأ يتدرب مع الفريق يا شباب، وفي نفس الوقت يعني ما متأكدين إذا بيشارك 100% من البداية ولا لا. هذا بالفعل راح يعطي نوع من الأفضلية للفريق على المدى البعيد طبعا إذا بدأ يشارك، ولكن راح يكون شوية له ضرر، على ما بعرف ايش ضرر هذا، يعني ما بقول ايجابي او سلبي، على من والكوت. والكوت للعلم سعره حلو ومغري، هو لاعب يعني ممكن تجيبه في الفترة الحالية، انا بس اتكلم كلاعب ديفرنشال وسعره، تعرفوا نحتاج هذاك اللاعب الخامس اللي يكون معانا في الفريق في النص، اللي كنا نختار في بداية الموسم سانت ماكسيموم وبعدين بودنس، والحين ظهر في الحارة نيتو وباولينو صح تبع من اسمه ليدز، باولينو اسمه تبع ليدز ما بتذكر، بس تعرفوا انتم يعني اللي على سعر 5.7 واقل من 8 يعني. اوكي، فهذا خبر مهم جدا لساوثهامبتون. نادي ليفربول، هنا نريد رايكم رافينا. شكرا يا رازو، شكرا على تصحيحي تذكيري بالاسامي حبيب قلبي يا عماد، هذا هو اللاعب يا شباب، لاعب ليدز، هو حطينا على الشاشة. إنزين الحين أريد نتكلم مع بعض. أنتوا هنا الشباب ذكروا في التكست رافينا، مشكور شباب كلكم، ما هو صاحبنا ها بعد رافينا ها
زين شفتشنكو حبيبي اخبارك؟ اكتبوا معي الحين خلونا نشوف ايش في اخبار اضافيه في فريق ليفربول، لانه فريق ليفربول مهم جدا. فيلا اعصروا ايش سمعتوا اليوم عن فريق ليفربول، لانه نريد نعرف اكثر من اللي ذكرته على من هنا. يقول لك كيتا وارنولد شكوك حول مشاركتهم، معناته انهم بالفعل رجعوا، في كلام انهم راجعين والبقيه بعدهم لم يعادوا. نشوف، خلينا نسمع من عندكم، وانا راح ايضا اضيفه في الشاشه بحيث ان الناس كلها تقدر تقرا. مهم جدا نعرف ايش بنعمل خلال الفتره القادمه. ففقرتنا بعد ما نخلص هذا يبغى لنا غير 5 دقائق ان شاء الله. راح نرجع، راح نتكلم بعد 5 دقائق نخلص الاصابات، راح نتكلم حسب الاجنده، نشوف اللعيبه مان سيتي والدبل جيم، يعني يقولوا بياخذ لنا حوالي 10 دقائق كل هذا الحوار، ومن ثم نفتح الموضوع كامل للاسئله. فالاسئله بنحطها في النهايه بحيث انه نحن في هذا الوقت نستفيد مع بعض. اوكي يلا بسم الله شباب. انا بدات اشوف ان الناس تتكلم عن الفريق، وهذا اول واحد هنا وسيم يقول يا شباب ترينت رجع للتدريب. اوكي، وهذا فان دايك رجع للجيم، عماد يقول اوكي الجيم ما لنا علاقه به الحين، بعده بدري. الله يعطيك الصحه ما شاء الله، يعني انتم شباب متابعين ما يعني هذا اللي يعجبني في هذا الستريمز، انه المعلومات تكون من طرفين. حلو، تعرف النوع التمارين ايضا اللي اخذها، ولا بس تعرف انه رجع الجيم يا عماد حبيبي؟ وبعدين هذا خبر مهم جدا، يقول لك كريم كيلهر حارس ليفربول يلعب او لا؟ يا شباب حسب السيناريوهات السابقة، لما كان حارسهم أدريان يرجع يلعب في الفريق كأساسي كان دائما يسبب أخطاء دائما، حتى حارسهم السابق اللي كان طلع في الشامبيونز ليج طبعا تو نسينا نحن اسمه، كان نفس الشيء، يدخل يحصل فرص قليلة يدخل بدل الحارس الأساسي، ولما كان يدخل أدريان كان يعمل دائما أخطاء كبيرة وفقد الثقة في كلوب. والحارس الثالث اللي هو كيلهر هو غالبا راح يكون الأساسي، وأنا متفائل بهذا بنسبة كبيرة جدا جدا، تصل إلى 90 تقريبا. وفي نفس الوقت سعره، أتأكد من سعره، لا سعره هنا معاي بيكون، خليني أشوف سعره، لحظة نشوف سعره بالضبط كم، وأعتقد 4.5 ستاتس ليفربول. نشوف ليفربول الحارس، طبعا الحارس تبعهم أليسون مصاب، وأدرين 4.4 وهذا كيلر 4.5. أوكي هذه نقطة مهمة جدا، فالشباب اللي عندهم نقص في الحارس بس سمعوا، أعرف أنه كثيرين عندنا مارتينيز وما بيلعب، وكلهر قد يكون خيار جيد انك تجيبه، بس لا تجيبه اذا كنت تحتاج 3 لعيبه من ليفربول خلال الجولات القادمه ومتكتك فيها. اذا انت رسيت على اللاعبين فقط وتريد تجيب كلهر في هذا الوقت بدل اي حارس، بدل مارتينيز مثلا، مش بديله، ممكن تقوي الدفاع حارسك الاحتياطي، 4.5 اعتقد يستاهل فيه، بشرط انك انت خلال الاسابيع القادمه ما راح تضطر انك تبيع الحارس عشان تجيب لاعب ثالث من ليفربول، لانه نحن نعرف كثيرين من عندنا بيكون عنده صلاح او ماني زائد جوتا، وقد يكون خلال الايام القادمه قد يكون عندك فكر انك تشوف لا فورمة ليفربول تحسنت، يمكن تبغى تجيب دفاع، فراح تتورط بيكون الحارس موجود هناك لمده 2 أسبوع ولا تضطر تبيعه. انزين اخبار هاري كين، تكلمنا عنه الحين، هاري كين نشوف هذا الحدث. زين رشلت تشكيلتي على الخاص، اوكي يقضان في اخر الفقره بنحاول ان شاء الله. نشوف روبرتسون يعتبر من المصابين، ياس 22 شو يسال سؤال الحين، صحيح هذا السؤال مهم، ممكن تفيدونا شباب بهذا المعلومه؟ حسب ما أقرأ أنا ما في أي شيء كلام عنده وأنه بيلعب، لكن
نبغى التأكيد من الناس اللي متابعين الإصابات، وحتى إذا أنا عندي خبر راح أوفيكم به لأنه ما في فريقي فما متابعنا. بالنسبة هنا أحمد حسن يقول يورغن كلوب عودة ترينت ألكسندر أرنولد ونابي كيتا للتدريبات الجماعية. شكرا شباب، ما شاء الله متابعين إصابات فريق ليفربول بطريقة جيدة. أليسون ممكن يرجع، محرز بدل زياش بعده، بناخذ فقرة الأسئلة بعدين شباب. هنا بيقول كيتا ممكن يأخذ بعض الدقائق في الشوط الثاني رائد. أوكي بنشوف، نكمل فقرة الإصابات وبنرجع ناخذ وراح أقرأ السمري. بخصوص نادي تشيلسي الفريق كله جاهز. ويست هام أنطونيو أصاب، هذا خبر مهم جدا، خارج التشكيلة، ويارمولينكو عاد للتدريبات. خيمينيز طبعا نعرف خارج التشكيلة من وولفرهامبتون، لكن سايس رجع وهذا يعمل قلق لنا نحن لما يرجع سايس في الفانتسي، فمعناته ما نعرف ايش معناته بالفعل، هل الفريق بيلعب، هل لاعب بيلعب اساسي؟ لكن احنا تكلمنا عنه من الاسابيع الماضيه انه سايس وقته انتهى في الفانتسي لصعوبه الجدول، اولا لسبب، اول شيء المداوره اللي قاعده تحصل وفقدان لمركزه ثم اصابته للكورونا، وثالثا لانه الفريق اصلا ومباراته صعبه. نادي ايفرتون جاهز ما عدا كولمان وديني، فديني لاعب مهم جدا اعتقد كثيرين باعوه خلال الفتره الماضيه. نادي مان سيتي أغويرو عاد للتدريبات لكنه غير جاهز لفولهام، هذا آخر خبر قرأنا بالفعل، هذا آخر خبر قرأنا أنه أغويرو بدأ يعود إلى الفريق التدريبات لكنه غير جاهز أبدا، فالمباراة القادمة ما راح يكون جاهز. أليسون لن يشارك. أوكي يا شباب، كابتن زياش الشباب، لا 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 بلاش نروح كابتن الدرس كثير قوي، في خيارات افضل ان شاء الله يا هيثم. بنتكلم الحين على الفقره التاليه، وعن غيث بيسال عن طبعا الدبل جيم، في فقره عنه. كارليوس حارس ليفربول القديم، شكرا يا افاتشر، ما شاء الله ذاكرتكم قويه بالاسامي. افضل بديل لماني جوتا ولا محرز للجوله القادمه فقط؟ لا شوف، افضل بديل لماني للجوله القادمه فقط هو محرز. ممكن شباب نوقف شويه، انا راح يعني رايح اوقف فقره قراءه الاسئله الحين لانه نريد نروح على الاجنده الثانيه، واريد رايكم هنا، مهم جدا ان ناخذ رايكم في فقرة اسمها فقرة مان سيتي، لأنه بالفعل بيب غوارديولا هو شيء يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، لأنه نحن كلنا متعطشين نجيب لعيبة من هذا الفريق. فإيش رأيكم في الفقرة هذه الحين؟ نركز على حول الأسئلة، بس أعدل حجم التكست عشان إني أعرف أقرأ بوضوح وأرجع لكم ثانية، بس مشكلة الخط على الجانب تعرفوا التكست ما واضح كثير. أوكي يلا نكبر شاشة القراءة ونصغر شاشة الثانية اللي عندي. أوكي يا شباب، طبعا أنا في 1% إن المباراة أستون فيلا ونيوكاسل تلعب هذا الأسبوع، اللي أعرفه هو حتى 1% كثير أعتقد، نحن نعتبرها غير موجودة. ولكن شباب أنا بقول لكم شيء، لو مثلا إذا عندك جريليش، وأنت في بالك إنه هو بيلعب بنسبة 1% بس، حطه أساسي بدل ما تحطه دكة، إذا لعب بتأخذ نقاطه. ففي أشياء بديهية يعني، ما هي مش فكر جينيس يعني، خلاص عندك شك انه فريق استون فيلا ومباراتهم ضد نيوكاسل راح تنلعب، حطهم في الاساسي ما في مشكله، لو ما لعب خلاص. فهمتوا؟ ثاني شباب اجيب لي ميه وجاينكم دقيقه بس.
انزين شباب، نروح فقرة مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي سوري، بخصوص الفريق. اكتبوا لي اسامي اللعيبة اللي انتم متأكدين انها اساسية بنسبة كبيرة جدا، من دون ما نسأل مين بيلعب مين ما بيلعب، لانه بناخذها بالمعكوس. اوكي، انا عندي اربع اسامي، خلينا نشوف اول شيء اسامي اللي بذكروها. انزين شباب، بالنسبة لي أسامي، يلا ننتظر أسامي من عندكم الحين. حبيبي يا عمر عبد الله، كابتني بعده ما نعرف، على حسب اللاعب اللي بجيبه يا عمر. أما بالنسبة لي خلنا نشوف الحين، ليفربول نزل الصور كيتا وأرنولد من رزو علي، شكرا. يلا شباب نشوف. يا أحمد يا عوض لو سمحت، ما أعرف أنت اللي بتكتب كله كوبي بيست، هذا رجاء نحاول توقفه لأنه يخليني أسوي سكرول كثير، ما أقدر أشوف إلا إذا كتبته مرة واحدة. خير إن شاء الله خير، بنيجي لكل الفقرات يا شباب. تمام، خير ان شاء الله، ما عليكم. اوكي، انا شويه تحت هنا في الشات والحين بادي ارجع معكم. اوكي الحين عرفت وين واصل بالضبط، ونبدا نتكلم في لعيبه مان سيتي. دي بروين وفاردي بدل كين وتبديلات مجانيه محمد كريم. اوكي، الاسئله بنخليها في النهايه، ولكن أنا بقول لك أيوة توكل فيها. نشوف اللعيبة اللي تتوقعوها أساسية. محرز وحارس بيلعب بسالب لأنه عندي مارتينيز ويلعب، ولا ديبرون بسالب ثمانية. بنيجي شباب فقرة الأسئلة، أرجوكم شوية عساس أنه يصعب علي أروح أغير الأفكار يمين يسار وأرجع. بس خلينا نجاوب على فقرة المان سيتي ونتكلم على الدبل جيم ويك على طول خلال 10 دقائق، ما بنطول، وبندخل على طول على الفقرة الأخيرة اللي هي الأسئلة. معاوية بخصوص لعيبة جيرو. أوكي بنيجي بالنسبة للسيتي، أنا من وجهة نظري شباب السيتي في 4 لعيبة اللي أنا متأمل أنهم يبدأوا بنسبة فوق 90%، طبعا أليسون ودي بروين هذا الاثنين. أوكي، ووكر ثالث، والرابع خيسوس، أنا متفائل بهم بنسبة كبيرة جدا. إذا تبغوا تزيد خامس أقدر أقولكم محرز بنسبة 80%، هذا اللي أقدر أقوله، ما أقدر أقولكم 100%. أنتوا إيش رأيكم هنا بالنسبة لهذا؟ بالنسبة لمان سيتي جيب دي برون مكان ماني وكابتن ناصر العميري. إنزين، في احتمال تأجيل مباراة نيوكاسل، وأيوة صحيح. جيب محرز مكان خميس يا محمد، ايوه ممكن جدا جيب هذا اللاعب بدل خميس. خميس خلاص يعني انتهى وقته. شو فرنانديز فيرسس راشفورد، تو بنعمل لك المقارنه، دي برون ومحرز والحارز، ادرسون دياز دي برون ستيرلينج، هذه الاسامي اللي ذكرها يوسف. اما رازوس يقول دي برون ومحرز والحارس الأساسي، ناصر العم يقول ناصر العميري الأساسي، إدرسون وولكر محرز دي برون خيسوس ورودغري. أوكي، ضفت أسامي جديد أنت على القائمة، أليسون ومحرز دي برون وخيسوس وولكر. أوكي تمام، هذا دريم تيم بالعربي، حياكم الله. عماد محرز دي برون خيسوس مندي مع غوارديلا، لا يوجد لاعب أكيد أساسي من غير دي برون، هذا أفنتشور أبياتشور، معلش أخطأت في النطق لكن بس عارفني وكم مرة ناديت اسمه. محمد موسى يقول ما عندي لاعب من سيتي أو ليفربول، مين أفضل كابتن، فاردي أو برونو أو سون؟
طبعا الجوله هذه ما يبغى لها بين فاردي وبرونو وسون. لا لا، في هذا الجوله انا اشوف من ثلاثه اللي ذكرتهم فاردي. شوف سؤالي عن السيتي فوق يا غيث الهاجر، صعب ارجع فوق، يا ليت لو تعيد السؤال وانا بجاوبك لما اشوف اسمك مره ثانيه بعد اذنك، لانه بالسهم نازل عندي تحت بس على طول صعب انزل في مكان اخر. اوكي، بنعمل بعض المقارنات ايضا شباب، فقره المقارنه نسيتها راح افيدكم الحين. اوكي، نوقف فقره مانشستر سيتي لانه صراحه ما عندنا غير هذه المعلومات، فاختاروا فقط من هذه اللعيبه شباب، لا تجازفوا اكثر، ما مستاهل المجازفه الحين، في خصوصا في ظل وجود مباريات مؤجله، عندنا فرقنا فيها اصابات، مدوره بيب غوارديولا، داخلين على فتره الكريسماس والبوكسينج ويك، فكل هذه الامور تخلينا نكون حذرين في انتقالاتنا وناخذ الانتقالات بطريقه شويه اكثر امنه. ايوه طبعا خذ شويه ريسكس يمين شمال، بس حاول يكون عندك لعيبه كامله في فريقك. حسن يسالني حسب خبرتك تمشي وراء احساسك ولا بالمنطق؟ لا لا، تمشي باحساسك اكيد، المنطق ما موجود يعني، هو هذا اللي نعرفه، المنطق صعب جدا هنا فيه. حبيب قلبي، زين رايك في رحيم؟ هذا والله رحيم اوكي، قريب نغلق فقره مان سيتي، احبه اللاعب وباغي كنت اجيبه في هذه الجوله، وكان هذا من خططي اني حاط اني اجيب رحيم، لكن المعطيات تغيرت والظروف تغيرت من جوله الى جوله اخرى، والحين يعني تقدر تقول ما عندي اي امل اني اجيبه. دكتور هيثم يقول خيسوس ومحرز وتوريز وديبرون، هاي توقعهم الاساسيين. احمد بيتو، لاعبي الست الاساسيين ديبرون خيسوس ووكر وتوريز وغوندغان ورودي ومندي وادرسون ومحرز وستونز وايكي، اعطاكم قائمه كامله. انا هنا في عندي اختلاف في الراي معاه في بعض الاسامي، لكن هذا هو رايه طبعا. نشوف طبعا لماتش تشامبيونز ليج، اتوقع ديبرون ومحرز وخيسوس وتوريز خط الامام. اورايت شباب، اعتقد نوقف فقره هذا، خلاص انا قحمت كثير، خلاص شكرا حاجه حبيبي، اسال لي فقره الاسئله. اوكي معلش شباب، انا اعتذر جدا، انا اضطريت اني اعدي اسئله كثيره وعساس انه نمشي في الخطوه في الاجنده اللي بعدها. قبل ما نروح على الدبل جيم، الاجنده اللي بعدها هي الدبل جيم يا شباب، خليني اضيف شيء بسيط على الاجنده اللي باغين نعمله الحين، هو شوف اوكي ما اقدر اغير فيها الحين، هذه لحظه شوف، خليني اغير الحين فيها مان سيتي دبل جيم والبلانك مقارنة. أوكي يا شباب، الحين فقرة المقارنة، أعتقد هذه الفقرة مهمة شوية لبعض الناس. إيش رأيكم شباب الحين؟ أعطوني أسئلة، مش أسئلة، اسم لعيبة تريدون نعمل مقارنة بها. أوكي، مين اللعيبة اللي تريدون أعمل مقارنة؟ نعمل إيه في لعيبة حمزة؟ حمزة يقول نعمل إيه في لعيبة أستون فيلا؟ هذا جوابنا الفقرة القادمة إن شاء الله. يلا شباب أعطوني أسامي لعيبة نريد نعمل فيها مقارنة، رجاء أن يكون الاسم لو تقدروا يعني ما كثير، نحن نقدر نعمل مثلا على أساس الوقت نقدر نعمل مقارنة بين يعني ثلاث مقارنات إن شاء الله، نعمل ثلاث مقارنات أو مقارنتين. أوكي، وبنختار هذا بس، وبعد ما تكتبوا هذه الأسامي رجاء أن وقفوا الشات، لأنه بنوقف كامل مع بعض يعني مش شات، وقفوا كتابة الأسامي المقارنات المقترحة من عندكم ونشوف، وأنا بختار بعضهم. أوكي بختار بعضهم. أوكي معلش يا حبيبي هاجر، أنا شايفك وأريد أجاوب سؤالك، وحتى إذا ما جاوب سؤالك اليوم الحين في اللايف ستريم يليت تواصل معي وتحط الرمز الكود تبعنا، مش عارف كم قلت 3333 في نهاية الكود. أوكي يلا شباب،
خلاص انتهى وقت كتابة الأسامي، خليني أقرأ بعض الأسامي ونبدأ نشوف المقارنات. أوكي؟ واعتذر الحين من الحين لو كان في عندي ما قدرت أختار الاسم اللي انت ذكرته، بحاول أقرر مع نفسي وأتمنى يكون توفقت يعني. أوكي؟ أول مقارنة أحبها هذه، حبيت هذا المقارنة، جوتا وتوريز، لأنهم في نفس الوضع، هم لعيبة في فرق كبيرة وفي فرق وسعرهم يعني حلو جدا، ومن الفرق اللي نحن متعطشين إن نجيب هذا اللعيبة اللي حلو من الفرق اللي ممكن تهدف خلال الجولة القادمة. طبعا أنا من وجهة نظري أشوف إن المقارنة هذه شوية مش شوية كثير رايحة لجوتا. بس قبل ما نبدأ، قبل ما أعمل المقارنة، في معيار واحد، في معيار واحد راح أحدده، إنه راح نعمل المقارنة من الجولة من بعد التوقف الدولي الثاني، يعني من جولة التاسعة والعاشرة بس في آخر جولتين، ولا ناخذ ثلاث، ناخذ مقارنة آخر أربع مباريات بس. أوكي، لأنه ما أريد أرجع إلى كل الوقت. أوكي شباب، يلا بنروح نشوف هذه المقارنة أول شيء. يلا شباب، وفي مقارنة اللي بعدها بنتكلم على اسمها. أوكي، نروح هنا نشوف المقارنة مع بعض، وأنا الحين في خانة المقارنة رايح أشوف بين أول لاعب، نتكلم على اللاعب اللي هو اسمه جوتا. هذا المقارنة الأوت دييغو جوتا، وبنختاره من الجولة الثامنة، لا أيوة نقول آخر ثلاث جولات بس المقارنة، واللاعب الثاني توريز. أوكي، هذه الجولة الثامنة، من الثامنة إلى هومانوي. لو تلاحظوا الشباب، لو تلاحظوا أنا عامل المقارنة هنا، أنا ما بعرف كيف الشاشة عندكم واضحة ولا لا بوضوح الشمس ولا لا، بس هنا لو تشوفوا هذا اللاعب اللي عنده الماوس الحين على الشمال، هذا جوتا، والمقارنة من أسبوع ثامن إلى العاشر، ونفس الكلام توريز من مان سيتي من الجولة الثامنة إلى العاشرة. هذه هي المقارنة، طبعا هذه هي المقارنة الشاملة الكبيرة اللي توضح كل شيء، في معايير معينة نحن تهمنا فقط. أوكي، المعايير المهمة بتكلم فيها، لأنه أنا ما بعرف إن الشاشة واضحة عندكم ولا لا، بحاول أشيل الاسم على أساس تكون واضحة أكثر هنا عندكم. فبالنسبة لعدد، اولا من ناحيه الجرافيك، لاحظوا اللون الازرق يمثل جوتا، اوريدي يراويك انه هو مكتسح لون الاحمر، فمن الوهله الاولى ما في مقارنه في كل معيار تقريبا. اوكي، في المعايير ما عدا في الثرو بول يتفوق توريز، اما في بقيه في الامور الاخرى كل شيء يتفوق في جوتا. اعتقد المقارنه كانت واضحه، لكن نتكلم على بعض الامور البسيطه هنا. نتكلم على اول شيء الاكسبكتد جول، انه الاكسبكتد جول تبعهم تقريبا متعادلين، هم 0.48 لكل 90 دقيقه لجوتا، وفي نفس الوقت 0.46 لتوريز. زين، لكن في الحقيقه عدد الاهداف اللي احرزوه في اخر اربع مباريات هدف واحد توريز، وجوتا احرز هدفين. اوكي، بالنسبة لعدد الشوتس في البوكس، شايد 3 شوتات توريز، أوكي، في المقابل 2.33 جوتا. شوتس on target 1.67 جوتا، وفي المقابل شوتس on target 2. فالشوتات عن توريز متفوق في الأكيرسي من داخل خط 18، وعدد الشوتات أيضا يتفوق توريز، وعدد اللمسات داخل البوكس يتفوق توريز، ما اعرف اذا لها قيمه في الفان لكم انتم. بالنسبه للكروسز
او الاكس جي سوري الاكس اكس اي عدد توقعات الاسيست. الاسيست عند من اسمه جوتا اعلى، لكن تقريبا شيء بسيط، لكن في الحقيقه ما حد جاب في النهايه اي اسيست. انا اعطيكم الخلاصه من ناحيه الارقام، من ناحيه الارقام لو نشوف الارقام مقارنه من دون ما نشوف النقاط وعدد الاهداف اخر، هذا المقارنه من جولة الثامنة، تذكروا شباب من جولة الثامنة نحن نتكلم، أوكي؟ وسبحان الله سعرهم حتى نفس الشيء 6.9، أوكي؟ عدد المقارنة هنا توحي إنه هذا اللاعبين راح يعطوكم، راح يعطيكم تقريبا نفس المردود، أوكي؟ اللي ترجم الهجمات أكثر هو اللي راح، أوكي؟ اللي راح يترجم الهجمات هو اللي راح بالفعل يجيب نقاط أعلى. الفرق الوحيد إنه هناك أحرز هذا هدفين وهنا أحرز هدف. تعرفوا لما يحرز هدف تقريبا حظى 9 نقاط إضافية، فهو 20 نقطة جايب، وبالنسبة لي هو لما قصدي جوتا جايب 20 نقطة، أما توريز جايب 11 نقطة، فهذا هي المقارنة الأولى. زين شباب، فواضح أنه في الوقت الحالي إذا توريز يلعب أساسي ومضمون، هذه كلمة إذا، وتحط بين جوتا ممكن يجيب مردودهم متشابه جدا، تمام؟ لكن بيب غوارديولا يدخل في الموضوع. زين، هذه المقارنة فقط في هذا في الفترة، الفترة اللي هي من الأسبوع الثامن، هذا حسب الأرقام. إذا عملت شوية المقارنة من فترات أكثر، خلنا نشوف كيف الفرق. خلنا نشوف مثلا من الجولة الرابعة، من الجولة الخامسة، اوكي تتغير المعطيات على طول. اذا نشوف من الجوله الاولى، اوكي نشوف من الجوله الاولى من الموسم، اوكي جوتا افضل، جوتا افضل اذا قارنا من عده مباريات اكثر. فانتوا حددوا لي اذا حبيتوا ابدا مقارنه من بدايه الموسم او من جوله معينه، اكتبوا لي في الكومنت على اساس ارجع. داني مرجان يقول غلطان كابتن حبيبي، كيف اشرح لي موقفك عشان نستفيد ايضا من فكرك يا اخ داني. زين، خلنا نشوف داني ايش يقول عشان ناخذ من فكره. نعمل مقارنه اخرى بعد مقارنه واحده، معلش شباب عارف ما بقدر اعملكم كل المقارنات، لكن ان شاء الله لو حبيتوا فقره المقارنات ممكن انزل تغريده وانزل لكم النتيجه انتم تحللوها مباشره. موافقين؟ اوكي، اعتقد هذا يكون انصف، لانه صعب ناخذ هنا نناقش، كل واحد عنده فكر معين واسامي معينه في باله، فلا بد انه نجيب يعني نستفيد من وقتنا ونحاول قدر الامكان نمشي في الستريم بطريقه بحيث انه نوصل على نهايه الفقره اللي هي الاسئله اهم شيء. اوكي، واذا حابين تشوفوا فريقه ايضا ممكن نشوف. تمام، انا الحين عندي هنا داني، نبغى نسمع راي داني بعد اذنك. زين يا شباب، معلش شباب انا شوي نص عيني على اليمين الشاشه شمال الشاشه وبراوزر اخر. ناخذ مقارنه ثانيه، محرز ولا زياش، ايش رايكم في هذه؟ احسها حلوه. كان مقترحنها سام جيمر، محرز ولا زياش؟ في ناس ذكروا مقارنات اخرى، انا امانه مش راح أقدر أعمل كلها، ولكن على يقين يا شباب أني راح أحاول أقرأ هذا وأخبر فريق اللي عندي أنه ينزل المقارنات أو المعلومة لكل لاعب على الانستغرام إن شاء الله. ما بعرف إذا بيكون عندنا وقت كافي نخلص الموضوع قبل إغلاق الجولة، لكن قدر الاستطاعة إن شاء الله. تمام يا حلوين، زين كنت عم تقرأ الأرقام غلط. أوكي يلا داني صحح المعلومة عندي. كيف جوتا أرقامه أفضل؟ أوكي جو لحظة، أوكي خليني أروح أصحح معلومتي إذا أنا خطأت هنا، يعني معلش أنا الحين لأني في الشاشة الثانية فما جالس أشوف، ما قادر أشوف الشات الحين.
فأنا في شاشة المقارنة الحين، خليني أعدل، حاول أشوف إذا معلومتي أنا قرأت صح ولا خطأ. شوفوا شباب، touches in the box. أوكي أوكي صح صح كلامك تقريبا. هنا في بعض الأمور قرأت البوكس اللي على اليمين for 90 minutes، صحيح كلامك، شكرا. في بعض المعايير لازم أقرأها من كلمة total هي الأهم، وفي بعضها أقرأ من ال من ال per 90 minute. أوكي، فمثلا ال XA صحيح صحيح جدا. صح ال X expected goal per 90 minutes 2.7، وبالنسبة ل توريز 1.3، فبالفعل جوتا ضعف. صحيح، شكرا على التصحيح، صحيح جدا كلامك شباب. لكن الخلاصة هي ايش تقول؟ يعني خلينا نشوف بس من الجرافيك، من الجرافيك واضح جدا انه جوتا افضل، جوتا افضل في الوقت الحالي. لكن انا بقرأ المعلومة الحين بس بطريقة سريعة جدا في الموسم. expected goal for 90 minutes هذا الرقم لي، وين محط الأزرق أنا، expected goal 0.48 بالنسبة لجوتا و 0.36 لتوريز. فمن ناحية التوقع الأهداف جوتا أفضل، ومن ناحية التوقع الأسيست أفضل أيضا. أما تاتشز في البوكس عنده 5.6 5.2 و 4.2 لتوريز. فشكرا حبيبي على تصحيحك المعلومة، أنا كنت أقرأ من الخانة الثانية صحيح. يعطيك العافية، والله أحتاجكم لهذا الأمور. شكرا حبيبي، شكرا. فكلام داني هنا صحيح، أقرأ بعض الأرقام من التوتل، المفروض أقرأ من البر 90 مينت. شكرا. أوكي، نروح على الفقرة. أوكي، هذه هي الخلاصة، جوتا أرقام أفضل. زين، وقف فقرة وين فوتبول فوت يقول الحمد لله ذكرت، حبيت أبيع جوتا وجبت توريز. لا 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 لا، فوتبول فوت، هدي هدي شوية معلش. طبعا مع عملي لهذا الفقرة لأول مرة هنا، وعدم وجودي في اليوتيوب فترة طويلة وقراءة التكست شوية فقدت الانتباه، بس وجودكم مهم جدا. صاحين صاحين شباب انتوا، ها؟ انزل، خلصنا فقرة المقارنات الحين، الحين فقرة الدبل جيم ويك، جاهزين؟ يلا شباب، فقط الحين مدة 10 دقائق أو أقل نتكلم على فقرة الدبل جيم ويك. اكتبوا إيش المعلومات اللي تعرفوها انتوا، يعني عشان نشارك الآراء. جولة 18 بلانك، جولة 19 دبل، أوكي هذا اللي نعرفه. أما بالنسبة لمباراة المؤجل اللي حصلت هذه الجولة بين أستون فيلا ونيوكاسل، فما نعرف متى راح تنعاد، هل راح تنعاد في نفس الوقت الجولة الآن في نهاية الأسبوع، ما بعرف، أو خلال الفترة القادمة البسيطة، ما نعرف. إنزين، فخلنا نقرأ سؤال. هذا سؤال، هل بيجي لأستون فيلا ونيوكاسل بيجي دبل جيم ويك قريب؟ هذا اللي نحن نتوقعه قريب، لكن ما نعرف إيش معناته قريب. حسب قراءتي إنه هذا الدبل جيم ممكن ينعمل في فترة، ممكن تكون في فترة يعني بعد قبل الجولة 17، على الجولة 17 تقريبا، أو في احتمال أنها تنعمل بسرعة جدا، لكن ما عندي أي معلومة أكثر أو أقول فيها. اللي أعرفه أن المباريات اللي مؤجلة المانيو مان سيتي والبلانكس اللي بتحصل في جولة 17 بتتعوض، 18 بتتعوض في جولة 18. على أساس ما نضيع وقت في هذا الموضوع، وعليكم السلام كل الناس اللي سلموا علينا، واللي ما شفته نعتذر. محمد علي يقول سون اوت واشتري دي برون وكابتن، ورايك كابتن؟ بنيجي في الاسئله في النهايه يا شباب، ناخذ فقره فقره على اساس انه الاسئله كثيره صراحه، وصعب اني احاول اركز على كل شخص لحدة، بس بجاوب. زين، نشوف ايش اللي كاتبين انتم، وانا راح اعمل بس
هايلايت، سمعت اخبار انه ممكن تكون استون فيلا ونيوكاسل يلعبون يوم الثلاثاء ضمن الجوله 11. فلهذه الحاله عشان كذا انا انصح شباب، يا شباب هذا مهم جدا، سمعوا هذه النقطه، بس هذه النقطه ركزوا فيها لان لها اثر مباشره على هذه الجوله. بالنسبه للعيبتكم اللي موجوده في الدكه مثلا جريليش او مارتينيز ما بيلعبوا عندكم، لا تحطوهم في الدكه، حطوهم اساسي، لانه لو كان في حتى نسبه 1% يلعبوا حلو، لعبوا في هذه الجوله بتاخذ نقاطه اوكي، لكن عدل الدكه تبعك بالتسلسل، اللعيبه اللي تريد يدخلوا بدل الحارس وبدل جريليش، وايضا في نفس الوقت بدل اي لاعب اخر عندك من هذا المباراه. تمام، العب بتسع لعيبه. اوكي حلو، هذا السؤال ايضا من فوكس ان ذا بوكس. يا فوكس ان ذا بوكس، هذا السؤال خليني اشمله لكل الناس هنا، نصيحه عامه اوكي. لو كان عندك تغييرات الحين، هذا نفس وضعي انا الحين، عندك تغييرات بين قرار انك تكمل فريقك او تجيب لعيبة مان سيتي، يفضل انك تعمل اول شيء تعدل فريقك في الاماكن اللي عندك في نواقص، ومن ثم تفكر في لعيبة مان سيتي. اعرف صعب، بس داخلين على مرحلة صعبة، اللاعب اللي بتجيبه الحين قد تكون حالة استثنائية، الا اذا بغيت مثلا لاعب مضمون من مان سيتي بيلعب اللي هو دي بروين، هذا اللاعب استثني لانه هو اساسي اكيد ومهم للفتره القادمه. فعادي جدا رقم واحد انك تلعب بدون حارس، ما تعمل ماينس فور على اساس تجيب حارس، الا اذا عندك تغيير اضافي تجيب فيه حارس كيلر، حارس رخيص جدا تقوي حارسك الثاني. نقطه ثانيه، اللاعب اذا بتلعب بتسع لعيبه كثيرين راح يكون بتسع لعيبه، ممكن ايضا تعمل ماينس فور لهذه الجوله. اوكي، لا تبيع جريليش الحين، هذه النقطه انا اريد احطها بين برواز، لا تبيع جريليش. اوكي، انا امس جلست اشوف فريقي وحتى انا كنت كاتب تغريده، واحده من الاشياء الخلاصه الستريم اللي عملناه على الانستغرام كتبت خلاصته، والخلاصه رقم واحد لا تبيع جريليش. سبحان الله، اول شيء انا جلست افكر اعمله الحين ابيع جريليش ايضا. ف السبب بس اوضح لكم سببي انه هنا ايش، انه انا اصلا برجع جريليش بعد جولتين اذا ببيعه، يعني 100% برجعه، فهذا بيع مؤقت على اساس انه انا اصلا عندي 8 لاعيبه يلعبوا، ما اقدر اجيب اي مبلغ اضافي الا من لاعبين. موضوع فريقي بنتكلم فيه بعدين، ما اريد امللكم بفريق انا. زين، زياش ولا بولسيتش؟ بجاوبك بكل برود، في الوقت الحالي زياش افضل. زين شباب، الحين بندخل على الفقرة الثانية اوكي، اللي هي يعني ابغى انهي موضوع الدبل جيم ويك، جولة بعيدة فما بنناقش كثير. 18 بيكون بلانك و19 بيكون دبل جيم. ايش هي الاستراتيجية اللي بنعملها؟ بنتكلم فيه في الستريم خلال الجولات القادمة ان شاء الله، ما بعرف متى بس بخبركم. في ثلاثة حلول، يعني في ثلاثة حلول، كل واحد على حسب وضعه. وبالنسبة للدبل جيم ويك، هذا تأجيل مباراة فريق نيوكاسل ضد أستون فيلا، ما أقدر أجزم بالمعلومة متى يحصل، بس يريدوا يقولوا حسب في السوشيال ميديا يقولوا أنه غالبا بتحصل شوي بدري. بدري في كلامين، بدري بمعناته أنه خلال في هذه الأيام، هذه الأيام ما أشوف أي فرصة أنا أبدا صراحة، إلا في هذه الجولة يعني، لأنه في بين هذه الجولة والجولة القادمة مدة أسبوع. الجولات الثلاثة القادمة بين جولة وجولة 3 أيام، فأساس كذاك مهم جدا يا شباب. هذه شيء ثاني، إنه تبدأوا تطعموا الدكة، أعرف هذا مش من طبعي أيضا تدعيم الدكة، حطوا عندكم لاعب احتياط، لاعب أو لاعبين احتياط حطوا مضمونين يلعبوا وجيدين أيضا. اوكي
اوكي مثلا هنا عندنا هلا هلا بيك ليدر مان، انا راح العب بدون حارس ومهاجم واحد واخذ ريسك بخمسه في الوسط، يا اما الاول عالم اما الاخير ان شاء الله. رحيم ستيرلينج كابتنه كابتنه، شوف عادل الحوسري، انا احب رحيم وكنت ناوي اجيبه وكابتن هالجدول، لكن صراحه انا اقول لك وانا يمكن اضرك في النهايه اكثر مما افيدك شخصيا. انا لو انا ش... انا 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 شخصيا لو معاي رحيم، اوكي لو معاي رحيم موجود في الفريق بخليه وما بعطي كابتنه، يعني قلبي ما يهون علي انه يدخل من البنش وياخذ نقطه في الجوله، اعرف انه في خيارات اخرى ايضا. ف وجود الرحيم في فريق يعتبر ديفرنشال، فكون مقتنع بالنقاط اللي بيجيبها حتى اذا جاب كويس وما عملته كابتن، يعني لا تحس ان نفسك راحت علي فرصه، لا بالعكس انت بتاخذ نقاطه وهو ديفرنشال. ما رديت على سؤالي احمد، انتوا لازم يا شباب اعذروني شويه في الزحمه هذه. سؤالك يا احمد، والله ما جاوبت كثيرين اتوقع، بس معلش اعتذر كالعاده يعني. ما في او احمد هذا سؤالك صحيح، انا جايب جوردن ايو، هل هجوم اخليه احتياط مقابل اخلي جريليش اساسي؟ ايوه اعملها كذا، خلي جريليش اساسي وخلي جوردن ايو اول واحد على الدكه، بس هذا جوابي لك بكل برود. انزين شباب نروح على الفقره اللي بعدها، فقره الاسئله. بس قبل ما ناخذ فقره الاسئله انا اعرف، لحظه ثواني بريك استراحه، نكتب استراحه. اوكي شايفين كلمه استراحه اللي كاتبينها انا شباب الحين، حط كلمه استراحه معلش، اكتب الأسئلة من تحت كلمة أنا بأخذ الأسئلة من بعد كلمة استراحة، أي شيء اللي فاتني بعد إذنكم أعرف أغلبكم عيدها كوبي بيستت وبشوفه، لأنه صعب علي أرجع أشوف التكست اللي فوق. اكتبوا الأسئلة من بعد كلمة الاستراحة اللي نزلتها أنا، وببدأ الحين أخذ الأسئلة. ناخذ دقيقة بريك كذا، نشرب مية مع بعض. زين وبجاوبكم الحين. زين شباب، وطالما احنا ناخذ بريك بسيط، يلا شوفوا فريقي وخلاص. رجاء كل الرجاء شباب، هذا فريقي في الوقت الحالي. الظاهر عن الحارس مارتينيز اذا ما ظهر في الشاشه، الحارس مارتينيز فلا تهتموا. اوكي بس شوفوا الفريق، ما بعرف اذا يفيدكم ولا لا. المشاكل اللي فيه كثيره، عندي تغييرين ولا عندي 0.2 ولا 0.3 في البنك. زين بسم الله نبدا الاسئله. اوكي ايش صار؟ انا بمشي سؤال سؤال لكن بحاول ما اطول. رايك ابيع حارس مرمى البديل في التشكيله 4 واشتري مكارثي بالسالب مانس 4 وقعد مارتينيز؟ احمد نبيل لا ما اتفق معك، لا تعملها. بحاول اجاوب يعني بسرعه. شو افضل تشكيله ولا الكارد ماجد؟ هذا سؤال صعب اجاوبه الحين معك، يا ليت لو يعني ترسل لي على الخاص وتكتب الرمز السري 3333 على الخاص تبعي. اوكي نروح السؤال اللي بعده. افكر اجيب توريز وابيع بامفورت والعب بمهاجمين وخمسه وسط وما عندي اي لاعب من سيتي، تنصحني؟ لا ما انصحك يا غيث، لان بامفورت من بعد هذا الجوله مبارياته كلها سهله، وتجيبه عدم وجود فريق لعيبه من مان سيتي هذه تسبب مشكله. ما اعتقد هذا حلها هو، يعني توريز ما اعتقد حلها توريز. يعني تيست يقول متى نستعمل الخواص التاليه، بنش بوست فري هيت تريبل كابتن؟
انتظر امسكهم وانا اقدر اقول لك هذا الجواب ان شاء الله خلال الاسابيع القادمه، فما ياثر عليك. المهم ما راح يكون في الجوله القادمه ان شاء الله، بنتكلم فيه بالتفاصيل، وغالبا بيكون في الجوله 17 18 19. اوكي، مهاجم ب 6.3، انا باغي اروح مع بامفورد ايضا خلال الجولات القادمه صراحه، اعرف ناس رايك. محمد برونو كابتن ريسك حلو محرز. تيليمانز لاعب ليستر او وورد براوس او ابيع؟ او ابيعهم واجيب شي ادمز فوق. ايوه الهادي جيب شي ادمز، مباراه ساوثهامبتون حلوه جدا الجايات. كابتنة محمد صلاح دائما خيار جيد يا محمد برونو. محمد ياسين اجيب محرز بدل جريليش بماينس فور؟ لا يعني ما اقدر اجاوبك ايوه ولا بهذه الصوره، ابغى اعرف مين عندك ايضا في الفريق. لكن انا اذا ما عندك ولا، خليني اجاوبك بطريقه ثانيه يا محمد ياسين، اذا ما معك اي حد من سيتي في الوقت الحالي وشايف افضل طريقه تجيب لاعب ممكن يعمل لك شيء في فريقك عن طريق استقطاب محرز، ايوه تجيبه. بس في شيء سلبي في هذا الموضوع، بتفقد جريليش وما ممكن تتاكد اذا بيلعب محرز في مباراه ضد ويست برومبيج في المباراه اللي جوله رقم 13، وبتحتاج ترجع جريليش. اذا باغي انه بس تجيبه على اساس هذه الجوله، ايوه بس اعرف كيف تقدر تجيب جريليش بعد فتره، لان جريليش بيكون مهم جدا. السؤال اللي بعده من احمد انور، ايه رايك كابتن فاردي ولا دي بروين؟ لا دي بروين، الجوله قليله الريسك لازم، دي بروين اولى ومن ثم فاردي. مهاجم الحين عندك على طول تقدر تروح مع ادمز حلو يا فوتبول فوت. تشي ادمز حلو 6 بوينت اعتقد 6.1 في كده، ايوه نعطي فرصة أخرى لبامفورد أو نجيب شيء آدم؟ لا كريم محمد، بامفورد راح يكون مهم جدا من بعد جولة تشيلسي، وإذا ما لعب مباراة هذه حسب ما يقولوا رودريغيز بيجي خلاص من بعد هذه تطلعه على طول، يعني عندك أصلا سبب يعزز كلامك. أنا ما أشوف هذه الجولة شباب إنه التغييرات هذه ما يسموه بالإنجليزي اللكشري المرفهة والترافي، يعني اللي فيها رفاهية، نوع من الرفاهية انك تغير لاعب. عندنا مشاكل في فرقنا لابد ان نعالجها، يعني حتى انك تجيب لاعب يلعب من قوي دكتك يكون خيار افضل من اللي اقترحته يا كريم. يعني عندك لاعب مثلا ميتشل من نيوكاسل، سوري من كريستال بالاس، وعارف تجيب اي لاعب اخر بديله يلعب قوي الدكة، هذا يكون افضل ايضا من القرار اللي اقترحته انت، لأنه بنحتاج هذه التغييرات لكل شيء مفيد على المدى البعيد. ثلاثة أسابيع الجاية يا شباب من بعد هذا الأسبوع، مباريات كل ثلاثة ونص يوم. كابتنة محرز كابتنة ريسك حلوة. أحمد نبيل قلنا لا بالنسبة للحارس، شكرا. أنا بشوف تبيع جريليش الجولتين ونجيب مكان أحد من الستي. داني مرجان صحيح أنا معك في هذا الفكرة، لكن نفس الفكره هذه بالضبط اللي عندي انا، طالما ذكرت هالنقطه، اللي بيبيع جريليش بيجيب محرز انا ما يعني متفق معه، ما عندي مشكله، بس اعرف انه في شيء سلبي بيكون له بعد جولتين بتبدا تحس الاثر، اعرف انه هذا التغيير بتضطر بترجع تقريبا جريليش بعد جولتين، لانه نخاف يصير ايضا روتيشن لمحرز في مباراه ضد ويست بروم اللي بعد القادمه. اوكي، لكن ايوه ممكن تستاهل المجازفه، ليش لا. المقارنات خلصناها وإن شاء الله بنحاول نسأل الفريق عشان ينزلها يا شريف حبيبي، ولا يهمك. كابتن فاردي ولا تكون رسك جامد؟ لا رسك حلو، رسك حلو ضد شيفيلد أوي، أحلى بعد مرتداد وضعيف شيفيلد. دالس أو مساكو كمدافع،
دالس انا حتى جالس افكر في دالس، اعتقد بيزيد سعره الحين، جيب دالس صحيح يلعب ضد تشيلسي هذا الجوله، لكن من بعدها جد بيكون خيار جيد. او فقدت راح علي الماوس، ما اعرف وين رحت انا، لحظه شباب احاول ارجع. على الشباب اول الحين كاستاني وماني، ماني يريد لهم بيع بفريقك. بالفعل كاستاني بيطلع ثاني، ما بنعرفين. انا مسوي والكر، محتار باللاعب الثالث بعد محرز ودي بروين، هل اروح مع دياز او خيسوس؟ لا تروح مع ماجد، تروح مع اكيد تروح، يعني تحط معك ايضا مبلغ لصلاح وتروح مع خيسوس. نجيب محرز مكان زياش، ايوه يا حمدي تكنولوجي. وين افضل الجولات القادمه، ويلسون ولا بامفورد؟ لا ويلسون انتهى ايامه الحين، نيوكاسل عندهم كورونا وكم مباراه ما راح يلعبوا يا فوكس ان ذا بوكس، واكيد بامفورد. السؤال اللي بعده، ماني ودي برون ولا محرز ودي برون الجوله؟ لا طبعا ماني ودي بروين، ولا محرز ودي بروين. يا هاني شوف، اذا تريد بتستفيد يمكن جوله واحده لو تسوي محرز ودي برون، لكن لا فكر على المدى البعيد، ماني ودي برون افضل، لانه بعدين حتى تقدر تغير اي حد اي لاعب بكل سهوله، وهم اللي بيكونوا افضل احس. غيث هاجر، مواجهات بامفورد صعبه، تشيلسي ويست هام نيوكاسل يونايتد، فريق هجومي يعني، انا ما شايفه انه ما بيخلق فرص، بيخلق فرص خصوصا مع ويست هام ونيوكاسل، يعني they're not يعني من وجهة نظر يعني مهما كانوا هم يظلوا من الفرق اللي في المتوسط. يعني هل تنصح أبيع سون وأجيب محرز؟ لا عالج وضعك في الوقت الحالي. ما مع سون، لا مش مع سون. ممكن تقول لي جريليش، أقول لك ممكن أيوة. مع زياش، أقول لك أيوة. أجيب محرز مكان ماني في هذا الجولة إذا ما عندك أي حد؟ لا ما أشوفه أنه يعني منطقي كثير، ما يعني ما بينفجر محرز كل أسبوع عدد النقاط اللي يجيبها، ما أشوفه مجزي. إيش هي الإصابات أو إيش المشاكل الثانية اللي عندك في فريقك؟ حاول تعالجها يا يوسف أول. أمانة هذه التغييرات صعبة أني أنا أعملها، يعني عندي محرز أروح أطلع ماني وأجيب محرز، والمبلغ الباقي كيف بستفيد فيه؟ لو في مكان ثاني بستفيد به مثلا أني أريد أجيب صلاح بعد جولتين، أقول لك أيوة، لكن أنا ما أعرف إيش نيتك مع الفرق المبلغ. زين شباب، من الأفضل في أربعة جولة قال بامفورد ولا ويلسون؟ خلاص هالسؤال جاوبنا، قلنا بامفورد. نجيب دي برون مكان سون بماينس فور؟ أها هذه الأسئلة اللي أنا ما أحبها، أي شيء فيه صلاح ورحيم شوف عادل، أنا بقول لك صراحة، كل واحد يريد يكون في فريق دي بروين هذه الجولة، أوكي؟ كل واحد يريد يكون في فريق دي بروين، وفي نفس الوقت سون ممكن يعمل شغل حلو في مباراة ضد أرسنال. ما اعتقد هذا افضل خيار. مين اللعيبه اللي تقدر تتخلص منهم وتجيب دي بروين؟ اذا كان فقط سون فلازم تاخذ قرار صعب في هذا الموسم، ما خبرتكم، ما ممكن انك تاخذ كل اللعيبه اللي اسعارهم غاليه وتحطهم معك، تاخذ قرار، قل لنفسك انا اريد دي بروين من اليوم الى نهايه الموسم او لمده 7-8 جولات، وما اريد سون مهما كان، ما بقدر اجيبه مره ثانيه، خلاص سلم امرك توكل. كان بس جايب انه عشان تلحق القطار؟ لا. ابيع لون جوله جاي واجيب انجز. سالم،
بعدنا ما نعرف عن موضوع إنجز. لا تسوي شيء الحين لما نشوف دالس أو مسواكا بيترز كمدافع دالس يا زكا زيكو. أبيع فاردي وبامفورد وزياش وأجيب ويلسون وإنجز وبرونا الجولة بعد القادمة. حمد تكنولوجي لكل حادثة حديث، خلينا نشوف إيش المعطيات بتكون وبعدين بنحدد بعد الجولة القادمة. دي برون مكان سون وكابتنه. الحين جاوبت نفس السؤال، أوكي نفس السؤال عندنا كان عادل كان يسأله، وأتمنى أنك سمعته. جاوبنا السؤال، ماني ودي برون ولا برونا وجوتا؟ لا ماني ودي برون طبعا هيثم، والسبب الرئيسي انه هذا اللعبة اساسيين وممكن يجيبوا لك ممكن تغيرهم باي نقاط. انا ما عندي مشكلة حتى لو تقول لي دي برون وجوتا مثلا وتستفيد من المبلغ الباقي اللي ماني في مكان ثاني، بس لازم يكون معك بعدين صلاح. ابيع ستيرلينج واجيب محرز؟ لا تعملها، خلي محرز، خلي رحيم اساسي. كابتن برونو كابتن رزق طيب، مش بطال يا يوسف. ما رايك بخيسوس لقادم الجولات القادمه؟ انا اريد خيسوس اجيبه، بس عندي سبب. اللي بيجيب خيسوس لجوله القادمه انا معه، ما بعرف ايش بيصير معه من بعد الجوله القادمه، لانه اغويرو ممكن يكون راجع. فيا كريم جوابي محصور للجوله القادمه، نعم. ابيع ماني واجيب محرز؟ لا، اذا ما كان عندك حد من مان سيتي وما واذا بتستفيد من المبلغ في مكان ثاني اريد اعرف، لكن مباشره كذاك لا مش بالضروره. جوتا ودي برون ولا محرز ودي برون الجوله القادمه فقط؟ لا محرز تقدر تروح للجوله القادمه، ممكن تروح بمحرز ودي برون، يعني مره تشد عليهم المان سيتي، مجازفه حلوه، مع انه الخيار الثاني ايضا جيد صراحه. صلاح او برونو او زياش وكالفرت او باردي كابتن لهذه الجوله؟ طبعا اول شيء راح يكون الكابتن الاهم والاسهل بتكون دي برون، راح يكون صاحب اعلى نسبه ملكيه، وايضا راح يكون صاحب اعلى كابتنه، يعني قصدي الكابتنه. اما الخيارات الاخرى صلاح وبرونو اوكي، زياش لا، كالفرت لا، باردي ايوه. هذه طبعا باردي يعتبر كابتن رسك حلوه، نفس الشيء اللي برونو، اما صلاح يظل صلاح مع كل اوكي. هل تسوي تبديل مجاني على حارس الاحتياطي ستير ولا حاول اجيب لاعبين من سيتي؟ لا حاول اجيب لعيبه من سيتي يا F9F. ليش ما عندك ثقه بزياش وراح يلعب مع اسوء دفاع مع ليز يونايتد؟ لا ما معي ثقه في زياش، انا طلعته لانه اشوف اني اقدر استغل مبلغه في اماكن ثانيه، وتوفقت يعني في الوقت الحالي واشوف في خيارات افضل منه. زياش يعني مع رجوع بولسيتش وهذا الامور شويه بتختلف ليهم، يظل خيار جيد يعني، بس ما يعني حتى لو عندكم معلومة خبروني زياش كم مرة ناس عملته كابتن، نسبة الكابتن ماله قليل جدا يعني، فهو مش في الفانتسي لاعب كابتن، ما تقدر تحطه كابتن يعني في الفانتسي، صعب جدا يعني، على الأقل شخصيا أنا يعني ما أعتقد تجيني جرأة أحطه كابتن أبدا. ووكر بيترز أو فيستغراد؟ سالم هذا نفس السؤال اللي انا احاول اجاوب لنفسي، كنت اعمل شويه خيارات اللي عندي، وبعدين قررت على ووكا بيترز لانه سعره 0.1 اقل. ايش تريد انت؟ تريد اللي واحد يرفع ولا تريد اللي واحد ينتظر الكورنرات ويجيب اهداف؟ هذا هو الخيار بينك، اختار اي شيء وتوكل. برونو في ريسك ما يلعب مباراه ويست هام؟ سمعت هذا الكلام، اكتبوا شباب انتوا تحت الكومنت ايش رايكم. يا شكرا محمد راغي، انا ما اتوقع انه ما بيلعب، اتوقع بيلعب وبيخلصوا المباراه بسرعه وبيريحوه. واو اسئله كثيره باقيه. يا شباب معلش انا تحت ما اعرف وين واصف، ثواني راحت. اوكي
كينج افضل تشكيله 3 4 3 او 3 5 2 حسب اللعيبه اللي معك حبيبي. اثنيناتهم حلوين، جوتا دي برون ولا محرز ودي برون الجوله القادمه فقط. قلت لك هاني يا حبيبي هذا ممكن تروح من طرفين. انا لو اريد اتقدم كثير اروح احط كل شيء في باسكت واحد مجازفه، يعني اتوقع انهم محرز دي برون هم اللي بدعوا واتوكل في هذيك المباراه ونتوقع انها حفله، بس ما بتعملها فترة كثيرة. الوسط عندي ماني وبرونا وحكيم وغريليش، من أجيب من سيتي بدل مين؟ أوف، ماني وبرونا وحكيم وغريليش، إذا بتجيبه مكان غريليش وترجع غريليش بعد فترة تجيب رحيم ممكن أجيب دي برون بدل رحيم، ولا دي آخر فرصة؟ لا يا عمر خليه آخر فرصة وقت مناسب، اللي يعني إذا ما لعب بعد هالمباراة خلاص انتهى وسيم المقاطرة. إذا طلع دي برون بالشوط الثاني مشان لعب المانيو، لا لا وسيم ما لازم نفكر بهالطريقة، إن شاء الله ما يصير شيء وهم متأهلين في كل البطولات وبيلعب عادي كامل. تربل كابتن دي برون شفتشنكو؟ لا لسه بدري، لسه بدري، إن شاء الله إن شاء الله تاخذ نقاط الكابتن وتكون فرحان. شكرا داني كان يجاوب حد شكله. رودريغيز كيب اور سيل افتر برني جيب؟ سيل يا عربيان فليكس. فري هيت، فري هيت فقط اذا عندك خلاص حالك يا اسو فريقك ما في اي لعيبه يلعبوا، اي لعيبه يعني جرت خمسه سته لعيبه يلعبوا. فراس دي برون مكان ستيرلينج؟ لا اعطي فرصه ستيرلينج اخر فرصه، اتمنى يلعب ستيرلينج بعد صراحه، اتمنى من خاطره يلعب. بدل حكيم زياش بمعرض العمدة؟ أنا شخصيا كنت بعملها بهالطريقة. أيوة فيستغارد أو مدافع؟ لا لا فيستغارد حلو حلو، ما لازم مدافع ثاني والله، هو من الخيارات اللي أو من أولى الخيارات اللي هو ووكر بيترز بالنسبة لي. دي برون وصلاح ولا برونو وبرونو ولا صلاح ودي برون وسون؟ لا دي برون وصلاح وبرونو في الوقت الحالي يا خالد حبيبي. محرز مكان جوارديولا؟ دي برون مكان سون او برونو؟ ليش طايحين بهذه الاسئله اللي بين اللعيبه اللي احبهم سون او لا دي برون؟ تبغى الراي الخاص صراحه يعني اذا بجاوبك بالعاطفه يا محمد، او شو بجاوبك بامانه صعب جدا احكم لك على هذا، يعني انت قرر. انا لو اعملها انا بيكون مكان برونو على المدى البعيد، لكن ها على المدى البعيد، لكن ما اصلا سؤالك ما له منطق تقوله الحين في هذا الوقت الحالي. انا ما اعرف ايش خلفيه فريقك ومعطياتك انك تسال هذا السؤال، لكن it is what it is. هاني معل الشباب خليني اكتب كلمة stop break stop questions. السؤال كتبت كلمة stop، الأسئلة اللي بعد كلمة stop هذه خلاص ما بناخذها الحين، ممكن بكرة نعمل live stream. كابتن ستيرلينج أو ريسوس؟ يا حلو السؤال وسهل جوابه، أروح على خيسوس. هلا هلا حبيبي مدير، أخبارك؟ رايك في الاستمرار احتفال بسترلينج اذا زقت انا زاد منه، ولا احساس انه حيتالق الجولات القادمه مش حجيبه؟ لا شوف كلام عام عن موضوع رحيم ستيرلينج للجولات القادمه، اي حد معاه رحيم ستيرلينج من يعني اكبر قهر راح تاخذه انه لو لعب وهذه الجوله وانت ما معك وتكون بايع عنه، فانت خلاص يعني خضيت الضربه القاضيه الحين، مش حيأثر كثير، وهذا هو وقت آخر فرصة حاله، هو يعني يا بيض يا أسود بعد هالجولة، بس الحين يعني هو الدامج مثل ما يقولوا بالإنجليزي الخراب تم، يعني خلاص damage is done، تعطيه فرصته الحين. كريم بارك الله فيك، شكرا شباب على وقتكم هنا. نصبر على خامس ولا انتهى بوكس ان ذا بوكس؟ أنا بالنسبة لي انتهى. شيكا لحظة شوية
يا الله فقدت الماوس مرة ثانية، ما بعرف وين وين وقفت أنا، صلاح ولا كالبت، لأنه دول اللي عندي. محمد سمير مش فاهم سؤالك، يمكن كان من سياق الجملة اللي سبقت وأنا مش متذكرها. صلاح ولا كالبت؟ صلاح من دون ما أعرف سؤال. بس يا رب يفوز الأهلي بكرة أمام ضمك إن شاء الله، اللي كل فريق تشجعه يفوز إن شاء الله. أريد مدافع بدل فان أنهولد غير تشيلول ولامتي، على سعر بدل فان أنهولد غير تشيلول ولامتي. أوكي، عندك في الوقت الحالي إذا تقدر تجيب، شوف انا بقول لك شيء، في الوقت الحالي ممكن تجيب دفاعات من ساوثهامبتون، وفر المبلغ هذا لانك بتحتاج هذا المبلغ لتاكد دفاع المليون الفرق تقريبا. في فان انهورد 5.4 ودفاعات وولكر بيترز كم 4.6.8، بتستفيد منهم في مكان ثاني افضل، الا اذا بغيت تجيب دفاع ترفع الى وولكر من سيتي، هذا خيار جيد أيضا. من وين تعرفوا نسبة الكابتن على اللاعبين؟ هذا في يصدر تصدر المعلومات على الموقع الرسمي، تصدر المعلومات عادة قبل الجولة، ولا في بعض السوفت ويرز ومواقع تعطيك المعلومة، عدة مواقع يعني ما حاضرينها الحين. ريتشا ولا كالفرت لون على المدى الطويل؟ لا كالفرت لون. هذا سؤال من محمد جاسم، عندي ثلاث لاعبين مش حيلعبوا اعمل فري هيت. لا يا محسن، جيب لك لاعب واحد سالب فور وعدل في تشكيلتك وعادي، انا اصلا بدخل تشكيلتي يمكن عندي 9 لعيبه يلعبوا عادي، هذا الجوله شوي تقبلها بروح رياضيه لان كثيرين بيكونوا معك. اجيب محرز مكان ماني بعد اسبوعين، اجيب صلاح مكان سون. يوسف السيد، نعم اختصرت الجواب، نعم اتفق معك برايي. زياش ممكن يكون من افضل صانعين الاسيست هذا الموسم، تمام ليدر مان، بنتاكد مع بعض ان شاء الله بنشوف، انا ما بختلف معك يعني انه راح يجيب مردود. الناس كلها رايحه مع دي برون بس خيسوس راح يبدع. يا تشينكو يا تشاينا كيو 8 تي تي، ايوه انا اتوقع خيسوس جولته هو هذه ايضا، عشان كذا انا بعد افكر اجيب صلاح ولا اوكي جاوبنا هالسؤال. كان سله خلص منه ولا كيف؟ انا لم، اذا نعم ما هي افضل الخيارات؟ ايوه والله انا اقول لك يعني فريق مان سيتي اذا بتجيب دفاع جيب ووكر بيترز هو المضمون دائما، مع انه مندي بادي ياخذ مكان، ما اعتقد مندي بيكون مضمون على المدى البعيد ايضا. جيب لاعب رخيص جدا كما اقول لك، التوجه رايح صوب ساوثهامبتون. اوكي صلاح وبامفورد دي برون وكالفرت لوين. لا شوف انت تتكلم اذا تتكلم على المدى البعيد، انت جالس تقول لي اختار بين فريقين، كالفرت لوين اهم لاعب في اللعبه من ناحيه الملكيه، ودي برون اهم لاعب في الفتره القادمه من اهم لعيبه، طبعا صلاح مهم، فانا جالس اقارن اقول لك اذا صلاح ودي برون يكنسلوا بعض خلينا نفاضل بين بامفورد وكالفرت لوين، الاثنين جيدين. فصراحه ما في جواب صريح مباشره معي لك انت، لكن قد يكون يعني انا اكثر ميال لصلاح، فممكن اجوب اقول اروح مع صلاح وبامفورد، هذا وجهة نظري أنا بس، لكن أنا متأكد 100% في الناس اللي موجودة معنا على الستريم بيقول لك لا أكيد دي بروين لأنه هو دي بروين، وأكيد كالفرت لوين لأنه هو نجم الموسم. فمن ناحية هذا السؤال يعني ما راح يكون جوابي دقيق جدا، فأتمنى أنه تعفيني من إجابته هالسؤال. سون حبيب القلب فلاح من موسمين صحيح. ستوب أوكي شباب، أنا هنا وقفت، وفي صراحة مع الأسف في أسئلة كثيرة بس أشوف كم
في 10 اسئله. لو 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 بس بعد اذنكم بعد اذنكم لو ما حد يكتب ولا شيء لمده دقيقتين عشان اجاوب الاسئله اللي بعد عندنا كامل عشان عشان ستوب. لا تكتبوا ولا شيء لمده دقيقتين، في 10 اسئله ممكن اشد على نفسي واجاوبكم وناخذ الكلمه الختاميه بعدها. اوكي ممكن تكتبوا ثامز اب، اعطوا ثامز اب شيء كذا اي كلام اكتبوا خارج الاسئله، بس اعتقد اكتفيت من الاسئله وخلاص. يعني في اسئله بسيطه، باقي 10 اسئله بس. عندي سون وبرونو ودي برونو زياش وصلاح، اخوي بيقول اني مهكر اللعبه. ايه اكيد كلنا بنغار منك يا ريدر من على هذا ايش رايك في كابتن اتكين اف 9 اف 9؟ ما فكرت فيها ابدا كابتن اتكين، ما فكرت وما اعتقد انه الناس بتكابتنه صراحه. فاجأتني بالسؤال فحتى ما عندي جواب لك. كابتنه صلاح، اذا صلاح حبيبي انزين. هو مش استون فيلا ونيوكاسل هتلعب؟ لا يا محمد البدري مش حيلعب، ولكن كما قلت لكم لعيبتكم تبع استون فيلا حطوهم في الاساسي، واللاعب اللي بيدخل بديله حطه في الدكه بالتسلسل، ولا ترجعوا تقولوا فلاح انت ما قلت لنا نحط التسلسل صح وخليتنا نتبهدل. اللاعب يحط بالتسلسل في الدكه الاول والثاني والثالث، ينزلوا البدلاء بالتسلسل على حسب اذا كان عندك ثلاثه دفاعات اول ولا لا، بس حطوهم اساسيين ما راح تخسروا شيء ابدا، ما راح تخسروا شيء. جيمس ولا تشيلول؟ تشيلول يا عادل. لو حطيت مارتينيز اساسي حينزل بديله عادي؟ لو حطيت مارتينيز بيدخل بديلك الحارس لو لعب، اذا لعب، اذا ما لعب خلاص راحت ما بيكون هذا. حاسس ستيرلينج راح ينفجر بجوله من جولات، شو رايك طارق؟ والله الناس كلها تتمنى وانا وعد اتمنى انه ينفجر، لانه صراحه ناس كثيرة معهم ستيرلينج ينتظروا هذا الانفجار ما حصل. يا مراد وعليكم السلام، أبيع راشفورد وأجيب محرز. أيوة أيوة بسرعة أبيعه. يا فلا حبيبي من فهد فرحان، أتمنى تكون مسيب الحلقة، الحلقات طافتنا. إيه متسيب على اليوتيوب حبايبي ولا يهمكم. صلاح أنا داخل بدون لاعبين سيتي وكابتن باردي، إيش رأيك؟ قصدك فلاح، انا فلاح مش صلاح. صلاح العلم اخوي. خليني اجاوبك يا فهد، انا لو تشوف تشكيلتي موجوده تشكيلتي في القائمه. هذا كانسيلو سهم حطناه على كانسيلو ما يلعب، وما عندي اي حد من سيتي. يمكن اجيب خيسوس على حساب ريتشاردسون. حاول تدخل بلاعب من سيتي اذا تقدر، بس لا تحس فريقك وتجيب تسوي سوالف كثيره. بس كابتنة باردي حلوه، كابتنة باردي حلوه، رسك حلو. زين شباب اعتقد كذاك بدات الثمز اب سكند ستوب. معلش شباب هو يعني ها حاولنا قدر الامكان، مشكورين مشكورين، حاولنا قدر الامكان ناخذ الاسئله. عملنا ستريم من فتره طويله ما عملنا هنا. خيسوس ان شاء الله اساسي. الف شكر الشباب ليكم كلكم اللي حط هذا الثامز اب هنا حبيبي، كلكم مشكورين هنا. بس ايش رايكم انا مستعمل خلاص شباب الحين خارج الفانتسي، ايش رايكم انا اول مره استعمل هذا البرنامج اسمه ستريم يارد، معطي حركه حلوه ان السؤال اللي اجاوبه احطه على الشاشه، يعني حبيت هذه الحركه، يعني على طول انتم تشوفوا وفي تفاعل في الشاشة عندي كاميرا وفي الشاشة اللي تشوفوا فيها اللاعب، يعني في خواص حلوة. حتى ممكن استضيف ضيف مباشرة بالفيديو كول اعتقد ايضا، فاريد اجرب. ممكن حد فيكم شباب، نحن كيف وقفنا، انا اريد اجرب خاصية، هل حد في ممكن يدخل معاي الحين على رابط؟ بس شخص واحد لو سمحتوا، ما كثيرين، اذكر اسمك هنا بتدخل معاي الحين بالفيديو وبنتكلم، بس ابغى اجرب تجربه هي. لكن احنا انتهينا شباب، يلا شباب
نفس برنامج علي الفانساوي. هي صحيح، تكلمت انا هو معاه في البرنامج من فترة، بس سبقنا وانا قاعد احاول اتعلم من عندهم. اندري شفتشنكو بتدخل معاي؟ اوكي اندري شفتشنكو. شباب انا بحط الرابط موجود هنا على على الشاشة. والله يعطيكم الصحة والعافية، ارجوكم ما حد يضرب الرابط، ما حد يضغط الرابط الا اندري شفتشنكو، ها ولا بيسبب لي كراش سيستم. حطيت لك الرابط يا اندري شفتشنكو، خلينا نجرب هذا الحركة. يلا شباب ابغى صوت وصورة من اندري شفتشنكو، بس ما حد يضغط الرابط. وصل الرابط؟ ايه بيجيك الرابط واضغط عليه، بيجيك على البراوزر، بس في خطوات بتكون في خطوات، تدخل اسمك وتشيك على المايك، بس لا تعمل ريفرش البراوزر، انا انتظرك. يا طيبين يا حلوين، الف شكر لكم انتم، طالما ننتظر اخ شفشنكو يحاول يدخل معي على الستريم، على وعسى تصير الحركة. أنا عن نفسي ما جربتها أبدا، بس حاب أجربها هنا. إنزين إذا بتشرف فوكس إن ذا بوكس أيضا اضغط على الرابط، أنت أيضا اضغط. يلا شخص ثاني. أيوة حد وصل. هلا شوف هلا، أهلا وسهلا. لحظة ما تسامعني، بس أول شيء تشك صوت وتسلم. تمام واضح تمام. طب معلش اوكي ثواني حبيبي، تعرف انا جالس اسوي اشياء من الشاشه الثانيه، فانا مش شايفك الحين اوكي، لان انا على شاشه ثانيه، بس خلك عادي دق سوالف اي شيء، خليني اشوف. مش شايفني؟ لا شايفك تمام واضح، كله واضح حبيبي. انزين لحظه جوت، لحظه انا ايش قاعد دخلني في هذا العالم. انزين شايفني انا في الصوره، انا وانت فوق بعض كيك على الصوره، يعني حاطين وعلى يمين على اليسار على اليسار. اوكي انزين صبر شوي. قاعد اسوي انزين الحين كيف صار الحين؟ تمام مقسوم نصين. ايوه وراح شاشه الكمبيوتر. انزين والحين تغير؟ ايه الحين تغير. اوكي يعني بدات اعرف اشغل هذا الامور. اوكي زين اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. هذا لا الحين طبخ رجعت الشاشه. انا ما عليك اي انا قاعد اجرب اشياء، بس كذي يعني الحين بدات اعرف الخيارات هذيله. اوكي اذا عندي ضيف احط هذا الشاشه افضل شيء يعني اتوقع افضل. ايوه هذا افضل شيء. إيه. اوكي اخبارك من وين؟ من السعوديه حبيبي، من جده. السعوديه من وين؟ ادري من السعوديه حبيبي. جدا ما شاء الله. تمام شباب تمام، انا قاعد اشوف الستريم. هذه التجربه شباب ما بنطول كثير، انا للعلم انا خلاص عيني، لانه في تشات. ما انا شايفك اصلا طالع يمين يسار. عندك كم شاشه انت ما شاء الله؟ لا عندي شاشتين، لكن على يميني التكست، وعلى الصوب الثاني هنا عندي هذه الشاشات اللي قاعد اغيرها الحين، وبعدين عندي الشاشة اللي أعمل فيها. هذه الشاشة مفتوحة في صفحة ثانية براوزر، ما شاء الله. فلما أفتح هذا البراوزر أكون أنا ما شايفك أصلاً، أتكلم على أساس أنه أنت موجود. فهمت إيش قصدي؟ لا أيوه فهمتك. إيه تمام. كيف أسبوعك؟ كيف جولتك؟ كيف وضعك؟ والله كله تمام، بس يا أخي سيتي مشكلة. سيتي ما تدري مين بيلعب مين ما حيلعب. انزل وجهك كان موضوع كورونا هذا اللي لا والله شو اقول لك، يعني انا وحدي تايه، يعني ما بعرف ايش اللي راح اعمله. بغيت اتكلم عن فريقي بس خلاص طولنا ساعة ونص ونشف الريق الحين خلاص. لا مو مشكلة بالعكس، خذ راحتك على اليوتيوب كذا معاك للصباح عادي يعني. ما تكلمت عن الفريق مرة، ما اتكلم شوي على فريقي راويته بس ما لحقت يعني. عندي برونو، كنت خطي اجيب دي برون بداله، والحين عندي تفكير ثاني بحيث اشيل كين وبودنس واجيب دي برون وبامفورد.
طيب افضل كذا، هذاك يعني من ناحية ال لازم تسويها. شيل كين وبودنز واجيب دي بوم. ايوه احسن كذاك طبعا. يا السؤال من طلال واضح، لا الاسم طلال وكذاك يعني حلو الحركة دي حبيتها انا. لا لا البرنامج ذا رهيب يعني، يطلع حتى الأسئلة تقدر تاخذها انت بالدور بالترتيب، لانه اول كنت اسوي حركة تخلي الشات بطيء، بس برضه حتى لما يكون بطيء ممكن يروح سؤال. زين شرفنا بيك، اسمك فخم صورتك افخم حبيب قلبي. حبيبي الله يخليك، شرف لي يا اخوي فلاح. في 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 حد ثاني دخل معانا، يلا نشوف مين يلا دخل. جيب ايه ما ادري حبيبي، لحظة لحظة، والله والله سويت اكسبت انا ولا شو؟ جي شوف تقدر تضيف، ممكن تسوي على مدرسة المشاغبين يعني. ممكن ممكن ان شاء الله. على العموم الف شكر لكم، انا راح انهي الستريم الحين. شكرا شباب، وان شاء الله بنحاول نعيد هذا. سلام معنا خلاص استاذنا استاذ فلاح، يلا يعطيك العافيه. شكرا حبيبي، يلا حبايبي شوفوا مش شايف صوره. يلا شباب انا بستاذنكم، معتذر شباب على اي تقصير، وان شاء الله لنا لقاء اخر نحاول نعيد هذا الكره كل فتره، وبين بين شهر وشهر على الاقل ويمكن اكثر ايضا. مع السلامه شباب، يعطيك الالف عافيه.